his class and share them. The weather is great, I think. نتيجة الظروف التي تمر بها المنطقة لا شك أن مستوى التعليم ليست بالمستوى المطلوبة. نتيجة الظروف التي تمر بها المنطقة من حرب ودمار وهجرات وقصف شبه يومي للمناطق تؤدي إلى تعطيل قسم كبير من المدارس، لا شك كل هذه العوامل تؤثر بشكل سلبي على مستوى التعليم في مناطقنا. ولكن هيئة التربية والتعليم منذ بداية تأسيسها وحتى الآن تحاول قدر الإمكان أن تؤمن مستوى تعليمي إلى حد ما مقبولة لأبناء منطقتها، وذلك بفتح مدارس، تأمين الكادر التدريسي، تأمين الكتب المدرسية، العمل على ترميم المدارس، العمل على تأمين وسائل التعليم. مستوى تعليم الطلاب جيد جدا، ينافس الجامعات الموجودة في على أراضي سوريا والشرق الأوسط، ولكن ليس بالمستوى العالمي كوننا جامعة جديدة ونحتاج إلى اعتراف دولي. نحن كهيئة التربية والتعليم ولجنة العلاقات الموجودة فيها عم ندق كافة الأبواب سواء كانت إقليمية أو دولية للتعامل والاعتراف بالمنهاج الموجود لدينا، ولكن مع الأسف الدعم اللي عم بتصير لهالمناهج الموجودة بالإدارة ضعيفة وليست بالمستوى المطلوب. عم نحاول قدر الإمكان نطور هالعلاقات، في علاقات ما نقول ما في علاقات، بالأخص جامعات أوروبية، جامعات أوروبية في علاقات معهم، ولكن العملية البروتوكولية بشكل رسمي هيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة مع هيئة التربية والتعليم نفرض في ألمانيا أو في أمريكا بشكل رسمي ما في هالأمور هدول، ولكن عم نلاقي دعم ومساندة من قبل دول كثيرة لهيئة التربية والتعليم. دوليا هناك تنسيق مع عدة جامعات وهناك عدة اتفاقيات مع جامعات أمريكية وألمانية وإيطالية. على المستوى المحلي في إقليم شمال وشرق سوريا هناك تنسيق بين الجامعات الثلاث ضمن إطار منسقية جامعات شمال وشرق سوريا. هناك خطط وهناك نقاشات واتفاقيات ضمن هذا الإطار بإرسال بعثات تعليمية إلى الجامعات الأوروبية أو الأمريكية. بخصوص مستقبل المتخرجين، مستقبل مشرق، أبواب المؤسسات الإدارة الذاتية لهم مفتوحة للتوظيف.